إذن هذا الحرام الأول وهو الزنا. من يذكر حرام آخر؟ الربا. نعم، فالربا إخواني في الله هذا شيء عظيم، لأن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. لو قيل لك ما هو أعظم، الربا أم الزنا؟ الجواب الربا أعظم من الزنا. فالذي يتساهل ويذهب إلى البنوك ويأكل الحرام ويفرح أن عنده مال، والمال يودعه في البنك ثم يبدأ يأخذ عليه راتبا شهريا، فهذا ملعون والعياذ بالله. لعن الله آكل الربا وموكله، وموكله أن تطعم غيرك الربا، كمن يشتري شقة عن طريق البنك، وكمن يشتري سيارة عن طريق البنك والعياذ بالله. والقرض الحسن ضعها في هذا الزمان، ما هو السبب؟ له أسباب. ما هو سبب أن القرض الحسن ضعها في هذا الزمان؟ واحد، نعم، قلة الصادقين. فكم من شخص أعطاه الناس قرضا حسنا لوجه الله ولم يسد. حدثني أحد الإخوة ممن زرته بسبب مرضه، فأثار موضوع سداد الديون، ونسأل الله أن يشفي أخانا هذا. فقال لي جاء أحد الأصهاره إلى الأردن وكان مسافرا في دولة أخرى ورجع بمال، فقال فبدأ الناس هنا في الأردن من أقاربه ومعارفه يستقرضون. قال وزوجتي استقرضت منه، لأنه هو من محارم زوجته لحاجة كانت بنا فأعطاها. قال ولكن أعطيناه موعدا للسداد، فعندما جاء موعد السداد ذهبت إليه وكنت قد فعلت جمعية بين الناس هذه وأعطيته وسددته الدين. فإذا به هذا يقول الرجل هل يوجد أحد هنا يسد الديون؟ قال كل من أقرضتهم لم يسد أحد.